طفل ينقذ أمه من السقوط أرضا في آخر لحظة. توم بريز، سلام الله عليكم. انتشر مؤخرا مقطع مصور لطفل صغير ووالدته عبر الانترنت، حيث يمكن رؤية الطفل وهو ينقذ والدته التي علقت على السطح عندما انزلق السلم بعيدا عنها وكادت تسقط. لقي المقطع آلاف الاعجابات عبر الانترنت وتمت مشاركته بشكل واسع لسرعة فطنة الصبية التي انقذت والدته من اصابة محققة وربما قاتلة. وتمت مشاركة الفيديو على تويتر بواسطة العديد من الناشطين، حيث كشف المقطع أن الأم كانت تحاول إصلاح باب المرأب الخاص بها عندما وقع الحادث. شوهدت وهي تعمل على السطح وتقف على سلم متمسكة بالسقف، لكن الأمور انحرفت وفقدت توازنها ودفعت السلم بعيدا عن طريق الخطأ، في حين لاحظ الطفل الذي كان يقف بالقرب منها أن والدته كانت معلقة في الهواء وعلى استعداد للسقوط في أي لحظة، ما دفعه لاتخاذ إجراء سريع وسحب السلم الثقيل الذي كان كبيرا جدا بحيث يتعذر على يديه الصغيرتين حمله بسهولة، لكنه نجح في النهاية في إنقاذ والدته. وكان الطفل نبيها للغاية، لدرجة أنه حتى بعد أن سحب السلم بوضع مستقيم لم يتركه حتى نزلت والدته بسلام على الأرض. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.